اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحب بكم واجمل ترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودكم هذا البرنامج دائما يكون قريب منكم. وبصراحه بعد دعوه الاساتذه في جامعه بغداد لقناتنا ولبرنامجنا نكون وياهم بوقفتهم اليوم في جامعه بغداد. هذه الجامعه المهمه اللي قدمت ما قدمته لاجيال ولغايه الان ما زالت تقدم. اسم يعني حفر في القلوب، وبصراحة الوقفة للأساتذة بهذا الشكل أمام مطالب بسيطة جدا، وهي توفير يعني قطع الأراضي، توزيع قطع الأراضي بهذا التحديد، يعني تحديدا بقضية قطع الأراضي. البلد هو اللي المفروض هو اللي يقدم لك بدون اي شيء، يعني هو يقدم لك هذه الارض، قطعه الارض، لان انت تعيش على هذا بالعراق، تعيش على هذا الارض. ما ممكن اساتذه بهذا الحجم بهذا الاداء بهذا الوضع انه يطالبون بقطعه ارض. اللي صار له 30 سنه بالخدمه، واللي صار له 40 سنه بالخدمه، واللي صار له 50 سنه يمكن بالخدمه، وخرج اجيال يا ابو اجيال تاليها، يوقف هذه الوقفه أمام الجامعة. هذه كارثة. أنا بصراحة خلي يعني الآن الكلمة، يعني والله مشكلة، يعني هذه الألم بداخل أو غصة بداخلهم. يعني هذا البلد المفروض يقدم للأستاذ، يقدم للعالم، يقدم للأساتذة. أنا خلنا نسمع منه. وهذا جرس الإنذار الأخير. خلنا نسمع منه لأنه لازم نسمع منهم. ستتبعه خطوات أخرى علي أشد. حاول. وفي مختلف الجامعات. السلام عليكم. حياكم الله. شلونكم؟ خلنا نسمع الكلمة أستاذ علي. جامعة بغداد 2000 دونم يتم التضحية بأكثر من نصف هذا الرقم إلى مستثمرين في الكليات الأهلية، في البيان، في الجامعة الأمريكية، في جامعة الفراهيدي، وحقوق الأستاذ الجامعي تنتهك. الأستاذ الجامعي أولى بهذه الأرض، المؤسسات الأكاديمية والجامعية أولى من هذه الجامعات الربحية والمستثمرين المرتبطين، والكل يعلم ارتباطاتهم وماذا يفعلون. لن يكون هنالك سكوت من الآن فصاعداً، يجب أن تتوقف كل عمليات استثمار الأراضي التابعة للتعليم العالي وتابعة لجامعة بغداد. يجب أن يفتح ملف في النزاهة، دعوة إلى النزاهة بفتح ملفات أراضي جامعة بغداد التي فقدت أكثر من نصف هذه الأراضي. وأدعوكم إلى الاستمرار، إلى التواصل كي يكون لكم موقف، وأدعو أيضا أساتذة الجامعات الأخرى إلى التهيؤ إلى وقفات احتجاج، وسيكون لنا أكثر من ذلك، سيكون لنا كل الوسائل المتاحة وفق القانون والدستور، ولن ننتهي حتى بإيقاف التدريس، إيقاف العمل في الجامعات إلى أن يتحقق كامل مطالبكم، وشكرا جزيلا. يعني بصراحة دكتور ما قصرت، لكن أنا جيت متأخر بصراحة. حياك الله، لا تسمح لنا عزيزي دكتور. يعني القضية كالتالي، يعني الظاهر الأستاذ لا ماخذ حقوقه، والمعلم ما ماخذ حقوقه، والطالب ما ماخذ حقوقه. زين وين احنا؟ وين اليوم ما رايح؟ الحلقة التي يراد لها أن تكون الحلقة الأضعف هي حلقة الأستاذ. السبب أن بإضعاف حلقة الأستاذ هو إضعاف وتدمير للتعليم، إضعاف وتدمير لمستقبل الأجيال في هذا الوطن. لكن نحن كنقابة عازمون على تحقيق كامل أهداف النقابة وتحقيق كامل أهداف عضو هيئة التدريس، أولها وعلى رأسها حق العيش الكريم له ولأبنائه، وكي يتمكن من إداء مهامته. ورسالة الأستاذ الجامعي هي إعداد جيل قادر على البناء، يعني بناء وطن. الأستاذ الجامعي هو الأداة، هو المعول. استهداف الأستاذ الجامعي هو استهداف للعراق.
سيكون للنقابة وقفات أخرى في مختلف الجامعات، سنمضي باتجاه تحقيق كامل حقوق الأستاذ الجامعي، سنلجأ إلى كل الحقوق الدستورية التي منحها القانون التي وردت في أهداف النقابة. مهما تعرضنا للظلم للاضطهاد كأساتذة جامعيين، سيبقى صوت الأستاذ الجامعي صوتا عاليا مدويا بالحق، من أجل أن يكون هنالك جيل قادر على البناء، من أجل أن يكون هناك جيل قادر على بناء العراق. جزاكم الله خير، حياك الله دكتور. خلينا نسمع البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية اليوم أمام جامعة بغداد. أساتذتنا الأفاضل، البيان الختامي والنهائي يتفضل به الأستاذ الدكتور ماجد حميد لطيف من كلية التربية ابن الهيثم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذتي الأفاضل، أساتذة جامعة بغداد الأم، البيان الخاص بالوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتوزيع الأراضي المخصصة لأساتذة وموظفي جامعة بغداد الأم في منطقة العامرية اليوم وأمام أنظار العالم أجمع، وهذه الفضائيات التي تنقل الحدث فورا أمامكم. أمام الجميع مسؤولية تأريخية وأخلاقية في منع التلاعب بمستقبل الأستاذ الجامعي وعياله من خلال السماسرة والمنتفعين، وتحويل الأرض من أرض مخصصة لسكن منتسبي جامعة بغداد إلى جهات ومسميات أخرى. تقف أمامكم اليوم قامات علمية عراقية أصيلة في موقف تجنبته منذ سنوات طويلة، حرصا منها وصبرا ورقيا ووفاء للعراق، فلم تبخل بشيء في سبيل خدمة الأجيال وتعليمها وارتقاء الجامعات وتصنيفاتها، فقدمت نصيبا من لقمة عيش أبنائها للنشر في المجلات العالمية على حسابها الشخصي، وتقنيا وتقتيرا على عوائلها، وصبرت على حرمانها من أجور الإفادات والإشراف والمشاركات في المؤتمرات، وصبرت ظنا منها أن هنالك مسؤول يقيم ودولة يصيبها الحياء من تضحيات الأستاذ الجامع العراقي وموظف الخدمة الجامعية. ولكن على ما يبدو أن جزاء الإحسان هو الإساءة، فالمسؤول اليوم لم يكتفي بحرماننا من كل هذه الحقوق، بل تعداها اليوم إلى سلب حقنا في السكن في هذا الوطن، وهذه هي الطامة الكبرى. فبعد الانتظار الطويل للحصول على قطعة أرض سكنية استحقاقا لا منة من أحد، نتفاجأ بالمسؤول وهو يرمي بآمالنا وأحلامنا ولقمة أبنائنا في عرض الحائط، رافضا توزيع أرض جامعتنا الحبيبة على أبنائها. فهل يعقل أن أستاذاً جامعياً قد تجاوزت خدمته 20 و30 سنة وأنا خدمتي 42 سنة دون أن تفكر المؤسسة التعليمية باستقراره وسكنه؟ فمتى يعيش الأستاذ بكرامة ومتى ينال حقوقه؟ اليوم أجبرتم الأستاذ الجامعي أن يخرج من بيته مضطرا متعبا
غاضبا على أدائكم المخزي تجاه الأستاذ الجامعي، حكومة ووزارة وجامعة وحتى العمادات، هاي ما مذكورة بالكلمة أنا من عندي، وحتى العمادات. فمن كان له ضمير حي منكم فليسرع لإيصال الحق إلى أهله، وهذه الوقفة اليوم تصدح بالحق وتقيم أداؤكم وترصد إهمالكم للأستاذ الجامعي كإنسان. فقد أرهقتموه بالسكن المستأجر أو السكن في غرفة دون ضمان ودون حقوق ودون مستقبل، وكأستاذ حرمتموه من كل ما يتميز به الأستاذ الجامعي في كل دول العالم، كونه قدوة ومثال يحفز الأجيال ويثير الإبداع. نقف اليوم هنا لنطالب بالآتي: أولاً، تخصيص قطع أراضي سكنية خاصة بمنتسبي جامعة بغداد أساتذة وموظفين، وفي المواقع التي تم تحديدها مسبقاً بمخاطبات أصولية ومستمرة من خلال توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع مشروع توزيع قطع الأراضي في منطقة العامرية إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه كونه وصل إلى المراحل النهائية، ولكن أوقف من دون سبب يذكر. بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2021 والذي استثنى الأرض من الاستثمار كونها مخصصة للمشروع أعلاه. ثانياً، أن يتبنى السيد رئيس الوزراء شخصياً هذا الموضوع لأهميته ولعدم تسويفه أو استغلاله لأهداف أخرى، مع الاحتفاظ بحقنا بالتصعيد في الأسابيع القادمة في حالة استمرار الظلم الواقع علينا من قبل أصحاب القرار. ثالثاً، لقد قام هؤلاء الأساتذة بدفع مبلغ مالي عليها وقدره 5 ملايين دينار من خالص مالهم بأن تكون لهم مأوى في المستقبل. رابعاً، لقد وقع بما يقارب 7000 تدريسي وبرتب علمية مختلفة من جامعة بغداد صفوة أساتذة العراق على هذه الأرض. نرجو من الدولة أن تنظر لهذا الإجراء بعين الاعتبار. منتسبو جامعة بغداد الأم المطالبين بتنفيذ القرارات والموافقات الأصولية الخاصة بتوزيع قطع الأراضي في منطقة العامرية، اليوم السبت 19 شباط 2022، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعني البيان احنا اخذناه، وبصراحة النقاط مهمة وبنفس الوقت مثيرة للاهتمام. القضية كالتالي، لذلك احنا واقفين هاي الوقفة، اكيد نقاطنا مثيرة للاهتمام من قبل كل مؤسسات الدولة، من أصغر مؤسسة بالدولة إلى مجلس الوزراء، ولهذا نحن واقفون اليوم وسنقف إلى أن نحقق أهدافنا. بداية الحلقة قلت ما معقول الأستاذ بهذا الشكل، يعني ما في كل بلدان العالم، أنت أيضا مذكورة بالبيان،
مذكوره في كل بلدان العالم، انه طريقه انه الاستاذ ما يحصل قطعه ارض، وهذا حق مشروع للمواطن انه يعيش بسلام وكرامه. الاستاذ بهذا الشكل، زين احنا وين متجهين؟ عزيزي المواطن عزيزي الغالي، احنا ما طالعين فقط عد قطعه الارض، بس هي هاي القشه التي قصمت ظهر البعير، وصلت مثل ما نقولها بالطريقة العراقية، شلون جواد اشتكرتي يقول وصلت للعظم. محاضرات لم تصرف، محاضرات لم تصرف، حتى التعامل مع الأستاذ الجامعي في بعض المواقف نشعر بالذلة أو خجلانين، نخجل حتى مرات من أنفسنا في موقع أو في موقف معين، مو فقط الأراضي. محاضرات إشراف على طلبة دراسات عليا، محاضرات دراسات عليا، بصراحة وصلت إلى يعني أنه مناقشات الدكتوراه والماجستير، لم نحصل على شيء. أنا اللي أمامك، مو فقط أنا، أنا أطلب الدولة بحدود يجوز فد 30 35 مليون إشراف من سنة 2015، ما صار فينا كل شيء. يعني صار فينا كم شهر بال 18، كم شهر بال 19، وبال 21 صرفونا 3 أشهر، فنعاني كثيرا كثيرا. فنحن خرجنا وسنخرج وسنخرج في الأيام القادمة. وأنا بصراحة هذا العدد قليل، المفروض أناشد، بل واجب على كل أستاذ وموظف في جامعة بغداد أن يلحقوا بنا هنا في الوقفات القادمة. ونشكر حضوركم، نشكر جميع الفضائيات لهذا الحضور المتميز، والتوفيق من الله. شكرا جزيلا. تحياتي لك دكتور. يعني هذا أنا بصراحة بداخلي يعني مشكلة أنا لازم أسولفها، يعني الموضوع كالتالي، يعني الأستاذ بهذا الشكل، يعني أنا يومي أحكيها أقول التعليم والتربية والتعليم. الجيل الآن اللي يتخرج وقاعد على الرصيف لأنه بدون تخطيط، الدولة ما جاية تنطي التخطيط الصحيح، لذلك الأستاذ يكون بهذا الشكل. لأنه الغريب أنه ماكو تخطيط، الغريب ماكو تخطيط. 25 سنة و 30 سنة خدمة، واكو بيهم طلع تقاعد يمكن، واصلا ما مستلم قطعة القاع وما مستلم حقوق اللي موجودة. والغريب بجامعة بغداد ويم اصحاب القرار، يعني غريب اللي جاي يصير بالجامعات الاخرى بالجنوبية بالغربية، شلون فرات الاوسط، شلون هسه اصحاب القرار هنا يمك، واصحاب القرار نصهم يعرفون جامعه بغداد شنو اللي جاي يمر به، شنو اللي جاي يمر به الاستاذ اليوم. اذا الاستاذ بهذا الشكل، الاستاذ اللي يقدم لاجيال مو جيل بهذا الشكل، مستقبلنا شو راح يكون؟ الغريب انه ما حد، يعني ماكو احد يجي يفكر بطريقه التفكير العلمي. الحلول اللي الان موجوده هسه، يمكن بعض انا ما اريد اجيب طاري الاستثمار وطريقته، لكن اذا استاذنا ما عنده بيت، استاذنا اللي علمنا وقدم ما عنده بيت يسكن به، طيب انا شلون راح يكون الانتماء لهذه المؤسسه؟ يكون لي انتماء لهذا البلد شلون؟ هذا المفروض من منظور أخلاقي لازم يجازى مو يعاقب. الأستاذ بهذه المرحلة، بهذا السن، بهذه الكاريزما اللي موجودة، لازم يكرم. دعك انه عن المواضيع الأخرى عن اللي بصراحة تحس بداخلي يومية سولفها، لكن الآن أنا بنصهم وأسولف بعالي صوتي، لانه الاستاذ بهذا الشكل. ما ممكن في بلدان العالم الطالب معزز مكرم، المواطن معزز مكرم، احنا اليوم عندنا الاستاذ بهذا الشكل. شوفوا المفارقه،
وأيضا الكارثة الأخرى كل العلماء وكل أصحاب العقول والعلمية في دول العالم في الجامعات المعتبرة هم الأصل العراقي. الأصل العراقي ترجع لامتداده يطلع لك عراقي ودارس بجامعات العراق ومدرس يمكن بجامعات العراق، لكن السبيل ما يعني ما حد يسمع فصارت الهجرة وراحوا، هذه كارثة. السلام عليكم أستاذنا العزيز، شو أخبارك حبيبي؟ الله يسعدك. ها خذ راحتك. السلام عليكم، أنا بخدمتكم، إذا أساتذة إذا تنزلونا حياك الله. شلونك أستاذ العزيز؟ حبيبي أهلا وسهلا. أنا دكتور خالد حنتوش، أنا عضو اللجنة العليا للتصميم الأساسي لمدينة بغداد. حقيقة هذا الموضوع بملف فساد كبير جدا. الوزير السابق الدكتور عبد الرزاق العيسى أعطى جزء من هذه الأرض إلى جامعة البيان نتيجة علاقات حزبية وعلاقات سياسية. وليس له حق التصرف بهذا الموضوع. الأرض مخصصة من قبل أمانة بغداد ومن قبل محافظة بغداد مخصصة إلى سكن للأساتذة. اللي تم التلاعب بالموضوع بهذا الملف وملف مال شبكة الإعلام العراقي. أرض المرسلات. أرض كبيرة جدا يتم الاستيلاء عليها وتوزيع وإعطاها المستثمرين. المستثمرين بالحقيقة كلهم معروفون لدينا احنا كلجنة، والموضوع لا يحق لهم التصرف بها ولا يمكن ان يمرر من خلال هذه اللجنة مرة ثانية. القصة قصة كبيرة جدا مع فساد مع مستثمرين، مع علاقات حزبية، مع علاقات اخرى. بالحقيقة الموضوع خطر، وانا اعتقد انه الحكومة العراقية القادمة عليها أن تنتبه، الحكومة العراقية خاصة القادمة عليها تنتبه إلى هذا الموضوع، وهذا جزء من ملفات فساد الحقيقة عليها أن تعالجها. فبالحقيقة الجهات السياسية اليوم التي تدعي الإصلاح عليها أن تنتبه لهذا الموضوع وتعرف أن هناك أراضي العراق سرقت، أراضي مدينة بغداد يسويل اللعاب عليها. يعني أنا أقدر أقول لك قضايا كثيرة اليوم لحد اليوم. أنا وياك هسه الوقت إلك. الزوراء اليوم الزوراء يريدون يأخذوها، متنزه الزوراء يأخذوه يعطوه استثمار. مطار المثنى لم يبقى منه شيئا، خمس شركات استثمارية. المحطة العالمية جاي يعطوها استثمار. حقيقة أراضي كثيرة جدا، يعني أنا ما يتخطر على بالي. حتى شاطئ دجلة من جهة الجادرية من جهة العرصات كلها أعطيت بشكل متجاوز، والآن هناك مستثمرين يجلسون في هذه الأماكن متجاوزين ولا أحد يستطيع المساس بهم. هؤلاء الأساتذة جيل كامل من الأساتذة لم يحصلوا على متر واحد من الدولة العراقية، وهذه الأرض خصصت لهم من فترة طويلة جدا واليوم يتم التلاعب بها. توقف المشروع بالحقيقة بسبب سياسات الوزير السابق. رئيس الجامعة اليوم التحق بي ويعرف كل الملف، الملف كله موجود بالقانونية ولا أحد يستطيع أن يحركه. الموضوع كبير بالحقيقة، ونحن ذاهبون باتجاه المحكمة. ذاهبون باتجاه المحكمة لأن لا يجوز، لا يحق لشخص أن يتصرف بأراضي هي ليست ملك له. لا يحق للوزير بسبب علاقات حزبية وبسبب علاقات سياسية يخصصها لأي جهة سياسية أو لأي جهة أخرى. الأرض بالحقيقة واجهت الأرض أعطيت لجامعة البيان زورا وبهتانا، ولم يتبقى سوى الجزء الخلفي منها، واليوم يريد يعطوها أيضا لجامعة أخرى مجاورة لها بعد أن أخذت القصور الرئاسية الموجودة من المطار. الأرض يسيل لعاب لكل المسؤولين وكل المستثمرين حولها. الحقيقة ملف الأراضي في بغداد ملف كبير جدا بفساد كبير جدا، وأنا بالحقيقة مطلع على دقائق الأمور. لا أريد أن أقول أكثر، لكن أقول بالحقيقة أنه إحنا ذاهبون للقضاء، ذاهبون إلى كل مكان، ولن نتوقف إلى أن تعود الأراضي إلى الأساتذة. دكتور أنا ما راح أعوفك لأنه القضية أنت صاحب يعني عضو باللجنة. زين شنو الفائدة من اللجنة إذا أنت بهذا الكلام تحكي لي إياه وأنت عضو باللجنة؟ اللجنة ما تقدر توصل، عفوا دكتور، ما تقدر تطرق أبواب رئيس الوزراء، مو من حقك يعني لو شلون؟ اللجنة مشكلة بأمر ديواني مهمتها تحويل جنس الأرض. يعني إحنا معظم أراضي بغداد خاصة أطراف بغداد هي أراضي مخصصة للزراعة. فعندما تمر على هذه اللجنة تغير جنسها من أجل الخدمة القادمة. هذه الأرض غير جنسها إلى قضيتين، سكن عمودي وسكن أفقي، وخصصت لأساتذة جامعة بغداد حصرا. ساومتنا جامعة الوزارة التعليم، ساومت جامعة بغداد على الموضوع وطلبوا منهم أن يخصصوا بعض من هذه الأراضي. طبعا أنا ما أتكلم عن الوزير الحالي لكن أتكلم عن وزراء سابقين، ساوموهم حتى يعطوهم جزء من هذه الأراضي رغم أن هذه الأراضي جامعة بغداد. وتم اتفاقات من تحت
من تحت الغطاء بين الجامعة والوزارة. أنا لا أدين، ومرة ثانية أقول للوزير الحالي ولا رئيس الجامعة الحالي، وأعطيت بعض الأراضي للجامعة، ومن ثم تم الاتفاق مرة ثانية وحولة الأراضي إلى المستثمرين. واليوم هناك توجه أن كل هذه الأرض تحول إلى مستثمرين، لأن حقيقة مدينة بغداد القادمة أو العاصمة الإدارية القادمة في تلك المنطقة، لذلك كل عاب المستثمرين يسير على هذه الأرض، سواء هذه الأرض أو الأراضي المحيطة بالمطار وأراضي أبو غريب. إذا تروحون اليوم إلى المناطق الزراعية وخاصة المناطق أبو غريب، بدأت تصعد أسعارها بشكل مرعب جدا. المتر الذي كان لا يساوي 50,000 دينار اليوم أصبح سعره 1,500,000. أراضي زراعية شاسعة كلها سيتم تجريفها من أجل إنشاء هذه المدينة. لذلك بالحقيقة الموضوع كبير ومساومات كبيرة، ولا يحق لأي شخص، وأقولها لا يحق لأي شخص. إحنا كأساتذة رايحين باتجاه آخر ورايحين باتجاه محكمة، ولدينا من ينصفنا. وأقولها مرة ثانية أن الحكومة القادمة عليها أن تفتح هذا الملف، هذا الملف الأراضي، أراضي بغداد تم الاستيلاء عليها من قبل مستثمرين ومن قبل فاسدين الحقيقة في كل مكان في بغداد. هناك بعض الوزارات، وأقولها وأنا لا أخاف، هناك بعض الوزارات حتى لا تعرف أنه كثير من أراضيها تم الاستيلاء عليها ولا تعرف شيئا عنها. يتم تجريف بساتين كاملة، البساتين التي بجانب الدورة، هذه المنطقة اللي مقابل إنه تم رمي، تم حرق البساتين، ومن ثم تحويلها من أراضي خضراء وحولت إلى أراضي سكنية. من أجل ماذا؟ من أجل أنه مصلحة جهات محددة. ومرة ثانية أقول مطار بغداد لم يبقى منه شيئا، الزوراء الآن استيلعاهم عليه، وأماكن كثيرة جدا هي راحة بهذا الاتجاه. إذا أستاذنا يدور بهذا البلد على قطعة القاع ويعرف القضايا اللي هسه سولفت حضرتك بيها دكتور، احنا الظاهر نأيس، يعني لانه احنا كمواطنين، انا احكي لك كمواطنين، انه ما لنا بعد، ما لنا في سنة من السنوات قطعة قاع. يمكن هو بالحقيقة بغداد كلها، يعني هي المشكلة مو بس انه البشر، انه حتى الهواء، لان اليوم مساحات خضراء ما عندنا، يعني اهالي بغداد خنقوا خنقا. يعني هذا مجمع الزورة، يعني تصور نصب الشهيد لولا أنه هذه اللجنة تلقفته ورجعته، باعته مؤسسة من مؤسسات الدولة لمستثمر، ومن ثم لولا يعني تدخل والله عناية إلهية عاد نصب الشهيد إلى وضعه الطبيعي، وإلا كان المفروض يجرف كل الأرض اللي حوله وتتحول إلى مطاعم وتتحول إلى قضايا أخرى. الموضوع بالحقيقة كبير، يعني هو ليست فقط هذه الأرض. يعني أنا هنا بعض الأخوة وبعض الزملاء تكلموا بمحاضرات، تكلموا بقضايا أخرى، لا نريد أقول فقط قضية الأرض. قضية الأرض بغداد بيعت، ويتم بيع بغداد مترا، والملفات الأراضي، سواء الملفات الأراضي المملوكة للمواطنين أو الأراضي اللي مملوكة للدولة أو الأراضي اللي مملوكة لجهات أخرى، بالحقيقة تم بيعها أو تم التحايل بها وتغيير جنس عقارها وتم الاستيلاء عليها بطريقة فاسدة، والملفات كلها موجودة. لا نحتاس ولا حكومة جادة، قضاء جاد حتى يفتح هذا الملف. الملف خطير جدا وأكبر مما تصورون. القضية مو قضية أساتذة فقط، قضية بغداد تم بيعها، وأقولها مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة، بغداد تم بيعها. يعني لماذا أرض الوزير الوزارة السابقة الأراضي مالتها خلال أسبوع كل وزير يسلم السند مالته، والأساتذة منذ 10 سنوات و 15 سنة و 20 سنة ينتظرون الأرض. لماذا الأساتذة لا يسلمون أراضيهم؟ 30 سنة، هذا الدكتور ده يحكي لي 30 سنة لا يسلمون شيئا. الوزير، رئيس الهيئة، المدير، حتى المدير العام حاله من حالنا، لكن أتكلم على الوزراء، وكلا وزراء خلال ساعات قليلة جدا يتم تحويل الأراضي وتسليمهم السندات ويبيعوها بأسعار مرعبة جدا. أنا حتى حقيقة طالبت من خلال اللجنة وأقولها الآن، إنه أي شخص عراقي يحصل على قطعة أرض لا يحق له بيعها إلا بعد 25 سنة. لماذا؟ لأن القضية قضية تجارة. هناك هيئات وهناك جهات تسلم أراضي وتبيعها في اليوم الثاني، تملأ جيوبهم بالأموال، والمساكين يأتون بعد هاي الأساتذة هؤلاء كلهم يشترون منهم. أنا اشتريت ذاك اليوم من وزير، اشتريت قطعة 150 متر، أول مرة أشتري في بغداد قطعة أرض اشتريتها من وزير سابق. الوزير يستلم قطعة الأرض بمجرد أن يضع رجله بالوزارة، ناهيك عن ملفات الفساد اللي تخرج عليه. إلى متى نبقى ساكتين؟ إلى متى نبقى ونشاهد بغداد تباع؟ هذه الجادرية مروها، بساتين الجادرية كلها بيعت.
شكرا جزيلا دكتور. انا حاس بالالم، حاس بالم، حاس بالم، لانه فعلا اذا هذه الحاله اللي وصلنا لها كارثه. يا عراقيين، يا نزاهه، يا مجلس الوزراء، وهي المشكله كل الحكي ينحكي صار يعني. حياك الله استاذ، شلونك حبيبي؟ شو صحتك؟ 30 سنه؟ يعني اول شيء انا اقول احب اشكر زملائي الاساتذه الافاضل اللي تواجدوا اليوم في هذا المكان، بالرغم من انه هناك مسؤوليات كبيره جدا على عاتق الاستاذ بعد جائحه كورونا اللي هي التعليم الالكتروني وما شابه ذلك. والان حقيقه يعني خل اذكر لك قضيه مهمه جدا. الان الاستاذ الجامعي منشغل بقضيه طوال النهار، طوال الليل الاستاذ الجامعي منشغل بين التعليم الالكتروني، التعليم الالكتروني، التعليم التقليدي، حضوري، دراسات عليا، الكثير من الاشياء. لكن اين مستحقاتهم؟ اين مستحقات؟ ابسط مستحق للاستاذ الجامعي اللي هو يمتلك ارقى شهادات موجوده في بلدان عالميه، اللي هي يعني ماخذ الدكتوراه بعد شاخذ الاستاذ الجامعي ويدرس في الجامعه، اين نحن من مستحقات هؤلاء الناس؟ كما ذكر زميلي السابق يعني الكثير من الملفات التي تحتاج او على الدوله او على المؤسسات الحكوميه ان تقوم بمراجعه تلك الملفات من اجل انصاف الاستاذ الجامعي. اراضي خصصت للاستاذ الجامعي في جامعه بغداد وتم استثمارها، بعد ذلك تم استثناء هذه الاراضي بقرار 185 اللي هو يؤكد على استثناء اراضي جامعه بغداد من هذه القضيه وتكون خالصه للسكن لاساتذه جامعه بغداد. لكن هناك مماطلات كثيره ولا نعرف اين الخلل. اكون يعني هذا الامر يعني مخطط اليه انه لازم يكون الاستاذ بهذا الشكل؟ لازم لو هذه قضيه مخططه لدمار جيل حتى نوصل نتيجه يعني ما ممكن دكتور. دعنا نتكلم بصراحه. اليوم مؤسسات الدوله، في كل مؤسسات الدوله هناك تردي، وهذا سببه الاداره الموجوده، الاداره اللي تقوم واللي تدير الدوله، هناك تردي في المؤسسات الصحيه، تردي في الخدمات، تردي في التعليم، في كل قطاعات الحياه، وبالتالي نحن لا يمكن ان نشير الى قضيه معينه انه هناك عمل مخطط، لكن هناك حقوق مسلوبه، لماذا؟ لانه كل مسؤول يأتي ويجلس على الكرسي لا يفكر في الأستاذ الجامعي ولا يفكر في التعليم، يفكر فقط أنه كيف أقضي المدة المعينة لي وبالتالي أغادر هذا الكرسي وأنا لدي حقوق مضمونة. لماذا كل أستاذ يأتي يأخذ أو كل وزير يأتي يأخذ في مكان معين قطعة أرض في أماكن مرفهة وفي أماكن جميعة؟ وذكر زميلي أنه اشترى من وزير سابق. لماذا هذا الاجحاف؟ وبالتالي احنا نطالب رئيس وزراء، نطالب الحكومه، المؤسسات المعنيه، مؤسسات الدوله التي تعمل مع الاستاذ، ان تنصف الاستاذ الجامعي على الاقل بوجود سكن مناسب حتى يستطيع الاستاذ الجامعي ان يؤدي دوره. انت تطالبني الان، تطالبني ان اقوم بأدوار اللي هي تعليم إلكتروني وما شابه ذلك وتعليم تقليدي وحضوري ودراسات عليا، وتعرف حضرتك جنابك الكريم الآن الأستاذ الجامعي ينشر بحث خارج العراق في مجلة سكوباس، ينشر بحث ب $1200 من أين يأتي الأستاذ؟ البعض من الزملاء لديهم سكن بالإيجار، البعض من الزملاء يسكنون في مناطق عشوائية، البعض يسكنون في مناطق زراعية. هل أني اللي حصل الشهادة عليا وتعب، مع احتراماتي لكل الشهادات وكل الذين هم أبناء مجتمعي، لكن هذه مميزتي، أنا حصلت على شهادة عليا غير تكافئني الدولة. الدولة شو تسوي؟ تكرمنا الدولة لو تهيني. الحقيقة أنا أقولها، الأستاذ الجامعي يشعر بإهانة من قبل المؤسسات التعليمية لأنها لم تلتفت إلى الأستاذ الجامعي لا في السكن ولا في قضية مراعاة حقوقه. أنا 24 ساعة مشغول ليل نهار،
بين المحاضرات والتعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي والدراسات العليا والبحوث والإشراف على طلبة الدراسات العليا والشغل الإداري. بعض الأساتذة مكلفين بعمل إداري، الكثير من زملائنا مكلفين بعمل إداري، يديرون أعمال إدارية، أين حقوقهم؟ يا أخي أبسط حق. بالإضافة للعمل الأكاديمي عمل إداري، يعني نعم في ضمن سياق كلام دكتور هلال أنه الأستاذ الجامعي العراقي، نريد نقرب الصورة أنه على الأقل أن يكون شبيه بالمحيط الإقليمي، يعني إذا ما يشبه بالخليج، نستثني باعتبار الخليج صار قوة عظمى، قوة مالية عظمى. الأستاذ الجامعي في عمان لو تقيسه ماكو سولف خيار، يعني تواصل مع زملائكم خارج البلاد. الأستاذ الجامعي في عمان لكل أستاذ مخصصة غرفة وسكرتيرة، والدولة تعمل على استثمار عقل الأستاذ الجامعي في عمان. هنا اكو هدر للطاقات، يعني أنا استغرب انه ماكو هيئة علماء مثلا. الأستاذ قاعدنا ما يكون عالم يكتسب الدرجة القطعية لعلومه وبحوثه، من يطلع تقاعد ما حد يرعى، ماكو هيئة تحتضنه، ماكو هيئة تحتضن. هذا هدر. دولة تعبت على الأستاذ وتعب على نفسه لسنين عديدة عندما يصل إلى مرتبة العالم المكتسب للدرجة القطعية للعلم، يقول له روح يدفنوه. انه ليش؟ هذا مو هدر لأموال الدولة؟ عالميا الأستاذ الجامعي تستثمر، الأساتذة تستثمر عقولهم، ليش من يطلع ماكو هيئة علماء؟ لا تنطي، هو مكتفي براتبه التقاعدي، لكن حسسه بقيمته، حسسه انه له حصة بالمشاريع اللي تصير، وتستثمرون بتعديل البرامج، تعديل خطط، تعديل مناهج الدراسات العليا. يعني سفني اقول لك، راتب الاستاذ الجامعي هو راتب رئيس عرفاه بالجيش، مع احترامي لرئيس عرفاه، يعني نفس ترى الاستاذ الجامعي بالمناسبه المهنه الوحيده من يطلع من الدوام، من يرجع من الدوام ما يقدر يشتغل، ما عنده بديل اخر، لان هو شغله بالبيت، بحوثه بالبيت، وحتى البيت هو ما شايفنا ولا شايفي، احنا عوائلنا ما تشوفنا لانه يعني منكبين على بحوثنا. يعني انت تلاحظ الطبيب عنده عياده، المهندس عنده شغل اخر، حتى اي مهنه المحامي، لكن الاستاذ الجامعي تدري تمام ما يحق له بالخصوص، ممنوع عليه طبعا، واحنا هاي اخلاقنا ما تقبل، يعني اخذ درس خصوصي ما يحق لي، مو بس خصوصي ما يحق لي، انه انا ما عندي وقت اتفرغ لممارسه مهنه اخرى. هذا فيما يتعلق بالراتب، واحنا ما نقول راتبنا دون الحمد لله، الحمد لله على هذا، على الرعايه الصحيه وتوفير السكن الملائم وقضيه النقل. استاذ الحمد لله على انه نقول الراتب كفاف. هسه ما اريد اقول كلمه مره استاذ جامعي قالها المتنبي في شعر للكافوري الاخشيدي، ما اريد نقول شنو احنا تسميات، لكن انه نقول الحمد لله عايشين، الحمد لله وشكر ككفاف، كرواتبنا ساتره علينا. لكن انا ما اريد اقول لك قياسا بالمحيط الاقليمي، لا، ماكو نسبة وتناسب. وسووا سووا دراسة حول أي أستاذ جامعي، حتى في عمان اللي يعتقد ميزانيتها ما تتجاوز 10 مليار ميزانية الدولة بعمان. أنا القصد أنه الأستاذ مهدور، يعني الدولة تعمل يعني هدر لهذه العقول. اثنين، أنت حسسني بقيمتي بانتسابي لبلدي بقطعة أرض تتخصص، يعني قطعة مخصصة جوانب بالعامرية، يقول لا مو للأساس. متى؟ بعد 10 سنين؟ بعد عشر سنين؟ لو بعد 20 سنة؟ يعني المفروض حتى الأستاذ الجامعي المتقاعد يدز علي كرمه، مو انه أطالب. وقال الدكتور هلال، قال حتى اكو ناس عايشة على الأجارات بالعشوائيات، ليش أنا ليش جيب الطاري الراتب؟ لأن هذا ما يهيئ له الكفاف، هو ما يهيئ له يشتري بيت. وترى الاستاذ الجامعي اللي عنده بيت مو معناه من مهنته، لا، هذا لا في سابقه عنده والده. مقطع كلام دكتور احمد زميلي العزيز، انا خل اقول لك شغله، انا موظف في وزاره التعليم العالي منذ عام 1984، في 84، في 90 طلعت لانه الراتب كان 3000 دينار، وعدت الى التعليم العالي في عام 2005. إذا تحسب خدمتي الآن في التعليم العالي تتجاوز 25 أو 30 سنة.
قل لي شنو اللي انا كسبته من التعليم العالي. مع احتراماتي مثل ما ذكر دكتور احمد، قد يكون الراتب يسد الكفاف او يسد الحاجه المعنيه، لكن المميزات الاخرى اللي يتمتع بها الاخر في الدول الاخرى، اللي يتمتع بها الخليجي، المغربي، التونسي، الجزائري، هي لا تكاد تكون فيها جزء بسيط، انا عندي بس الراتب، وبالتالي هناك قضيه اخرى، في كل مرحله وكلما ياتي تقشف على مؤسسات الدولة يهدد الأستاذ الجامعي بهذه القضية، تهدد الخدمة الجامعية بأنه سوف تلغى الخدمة الجامعية. والكثير الآن الكثير من زملائنا الآن في مؤسسات الدولة الأخرى يعتقدون أنه الأستاذ الجامعي أو التدريس في الجامعة هو لديه راتب عظيم جدا. أقول لك محسودين، سامع اللي يقول صيت الغنى ولا صيت الفقر؟ احنا بهذه القضية عايشين. فتحنا فد مرة فتحنا على بعضنا وسولفنا كل السوالف، رواتبكم توصل 5 مليون 4 مليون؟ ابدا. انا قلت لك عندي ايش قد خدمه. لا شكل بداخل مواطنين. انا امامك، انا امامك دكتوره عندي منذ عام 2015 خدمتي تتجاوز، اذا احسبها متواصله من 84 تتجاوز ال 30 سنه، لكن اذا افصلها ممكن توصل الى 25 22. راتبي الاسمي هو 700 الآن أصبح 723 ألف، تضاف لخدمة جامعية 723 ألف، يعني راتبي يكاد يصل جو المليون ين. وبالتالي هناك البعض يقول الأستاذ جامعي راتبه 5 مليون، وقلت لك في كل ما يأتي تقشف على مؤسسات الدولة شد أحزمتكم على أهل التعليم، لأنه أهل التعليم سواء المنتسبين الموظفين زملائي والتدريسين، وهذه احنا دائما كاظين قلوبنا، راح تشيلون الخدمه الجامعيه، راح يسوون كذا. عزيزي هناك عمليه تخريبيه للمؤسسات التعليميه. خلينا نتكلم بصراحه وليصل صوتي الى الكل، لانه طالما المؤسسات التعليميه لم تنتبه الى قضايا كثيره، الان مثلا راح اذكر لك قضيه، تؤكد الوزاره وتؤكد الجامعه على أنه لا تحاسب الطالب في أي مجال من المجالات، دع الطالب وهذا. وبالتالي يعني إحنا في السنة السابقة الطلاب أخذوا من الوزارة 20 سعي، من الوزارة، الوزارة انطت 20 سعي، المفروض تطي 20 سعي أنت، 20 ثابت من الوزارة، المفروض أنت تطل 20 الأخرى. ما هذه القضية؟ كيف نبني الجيل؟ هل هذا بناء جيل أم هذه قضية أخرى؟ عيدونا إلى التعليم التقليدي، إلى الحضوري، دعونا من التعليم الالكتروني وعيدونا الى الحضوري. اني الكلام فيه الكثير. تحياتي لكم حبيبي دكتور هلال عبد السلام حيدر، ممثل نقابه الاكاديميين في جامعه بغداد كليه الادب. اتمنى لكم التوفيق. حياك الله دكتور احمد. انا شاكر فضلك هوايه، لانه داخلنا بقضيه بعده قضايا موجوده. يعني الغايه انا خلي ارجع اسولف قضيه، أنا مرة أو مرتين أعيد وأقول بالسلامة، حياكم الله. مرة أو مرتين أعيد القضية، أقول يمكن هذا الصرح العلمي اللي موجود، إذا زميلي علي يمكن هذه بعض الأحيان إحنا ما نقدر نصوره، لأنه واصلين إلى مرحلة يمكن ممنوع الدخول الجامعة بهذا الشكل، هي الموافقات وغيرها. لكن اليوم أنا من جامعة بغداد، جامعة بغداد الأم بالجادرية، نيابة عن الأساتذة ونيابة عن زملائنا الطلبة، نيابة عن الأساتذة اللي كانوا واقفين، نداء إلى السيد رئيس الوزراء حصرا، نداء إلى السيد رئيس الوزراء حصرا. قبل قليل تحدثوا بموضوعات ترى مو هينة. قبل قليل تحدث عضو اللجنة في بغداد أو تخطيط بغداد، حكى قضايا لا يمكن كمؤسسة حكومية أو كمؤسسة للنزاهة تعنى بالنزاهة أنه تترك هذا الملف، مستحيل. الملف خطير، هذا العضو اللجنة اللي يقول خطير، مو آني. أنا شو يصير بي إذا رئيس اللجنة يقول لي، إذا عضو اللجنة يقول لي الملف خطير وما أقدر ما ينسكت عنه؟ زين إحنا كمواطنين شلون؟
عايشين بالقدره، عايشين بالقدره فعلا. لانه مرات احنا الحكي اللي هوايه مو حلو، لكن انا اوجه نداء، نداء اخر الى السيد رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي. هذا خل احكيها حتى بصراحه، لانه الرجل صحفي وانا صحفي، هو صحفي وانا صحفي. انا اليوم فاتح لك ملف على طبق من ذهب، مو فقط تكسب رضا الاساتذه اللي بجامعه بغداد، لا لا، مو تكسب رضاهم، لا مستحيل تكسب رضا بلد شعب كامل. شلون؟ اللي يحقق ويدقق بملفات الفساد لازم يكون شجاع، والصحفي من ذبته لازم يكون شجاع ما يخاف. واعرف انه هذا الملف بعدة قضايا لا يمكن السكوت عنها، ما ممكن السكوت عنها او يتغاضى عنها، مستحيل. ملف كبير جدا وفساد، ويمكن تدخل به بعض المؤسسات او الوزراء اللي يحكمون لغاية الآن. هذا الملف مو هين، ملف في القطع الأراضي. ما أسولف لكم عن الجادرية من اللي أخذها، ما أسولف لكم عن المناطق مدينة الصدر من اللي أخذها ومن اللي فركش وضعها، ما أسولف لكم عن العامرية والغزالية، ما أسولف لكم عن بغريب، ما أسولف لكم عن نهروان، ما أسولف مداخل بغداد الدورة، كلها هذه العصابات اللي أخذتها واستولت عليها. ما ممكن، ما ممكن ملف بهذا الحجم يتم التغاضى عنه، ما ممكن نهائيا. إذا الملف بهذا الحجم ويتم إهماله هذه كارثة. إذا تكون المشكلة بهذا الحجم ورئيس الوزراء حصرا يدير وجهه والنزاهة تدير وجهها والمحاكم القضاء يلعب دور، إذا رئيس الوزراء بهذا الشكل وإذا القضاء بهذا الشكل وإذا النزاهة بهذا الشكل وإذا الوزراء اللي ما لهم سلطة القول بهذا الشكل، لا، احنا نقرأ على بلدنا السلام وندير وجهنا ونروح نشوف لنا غير بلد. إذا تريدون توصلونا لهذه الغاية فهذه الغاية موجودة عند شبابنا اللي بجدي اللي بحلي على قولتهن، اللي بحلي عندهم هذه الغاية انه يهاجرون البلد. الأستاذ هجرتوه، والعالم هجرتوه، والمعلم أذيتوه، ومواطننا أذيتوه وطلعت روحه. يحلم يحصل له متر بالعراق، يحلم يحلم. أصبح حلم عند الناس أنه واحد قاعد في سكن، حلم. والدستور يؤكد يقول المواطن له حق العيش الكريم، وحق العيش الكريم مو نعيش بالقوة، حق العيش الكريم نعيش بأرض مهيئة، يعني بيت مهيئ للسكن وبيئة صحية صحيحة وتأمين صحي وقضية العمل وتوفير الفرصة العمل وعودة المصانع للعمل والتعليم والتربية، هذه كلها امتدادها للعيش الكريم. إذا الدستور بس حكي فخله مسدود بعد ما نحكي بالدستور، وإذا الدستور إلى موقف وإلى صوت خلي يطلع ويقول هذا أنا الدستور اللي موجود بالعراق ولازم أشتغل. إذا قوانينكم معطلة بمجلس النواب هم خلوها معطلة، لأنه بعد ما تفيد. الناس عرفت من اللي اخذ قاحه، وعرفت الناس من اللي طب واقتحم الاراضي وباقي البيوت، وللاسف حرامينا منا وبينا وحرام بيت. تقبلوا حبي واحترامي وتقديري للجميع، لجميع من شاهدنا بهذه الحلقه المؤلمه والحلقه الجريئه، اقدر اعتبرها، لانه الملفات اللي طلعت بها ملفات ما ينسكت عنها. تقبلوا ودي، انا احمد ركابي
والزملاء اللي يرافقون اليوم بالحلقة الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور عمر ستار. نشوفكم باكر بخير وسلامة، وواحد من الناس يوميا على زاجروس تي في الساعة 9 الصبح، والإعادة الساعة 4 العصر، والإعادة أيضا الساعة 12 بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.